الكلام. اه نكمل معك سامي. جست كلمتني صديقة صباح قلت لها والله عندي فكرة أنا وبش تكون معناتها أحسن اعتذار. بستهزني بعد بستهزني بعد بستشري لي روب بطرف مكياج والليميسيون جاية باش ندخل بروب بطرف مكياج ونقدم اعتذارات. ما فهمت شنو المغزى معناك. معناتها أنه ما عندوش مشكل مع المرأة أنه لباس سامي. معناتها نجم حتى نلبس روب ونعمل مكياج ونقدم اعتذاراتي معناتها ما عندي حتى مشكلة مع المرأة فهمت. معناتها زي تابلومون مي كذري اسمعني هو صحيح صحيح انه معناتها من الطبيعي جدا انه يقع تفسير الحكايه هذه ولا تاويل الحكايه هذه بطريقه اللي ماهيش هي. لكن قلت لك راهو في الحياه هذه وفي التلفزه وفي اي مجال من مجالات معناتها الحياه ينجم انسان ينجم الانسان يغلط ولا ينجم انسان معناتها هي ما هي زله لسان هي راهو مساله تاويل وتفسير. هي مساله تاويل وتفسير. وقلت لك انا نتفهم ونفهم انه ثم نساء ولا رجال حتى رجال كلموني اليوم اصحابي واحد وكل قالوا لي راهو سنيتي با ديليكا وكل دونك معناتها تنجم يقع تاويلها وتفسيرها مي فيريتابلومون معناتها الحكايه تفهوني